عنا تشيز كيك اكسبريس اكسبريس مرحبا بكم في جو اوكرانيا. عالسلامة الناس الكل مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير يوم جديد في اوكرانيا. كالعادة الطقس صيفي طقس ممتاز. لماذا المرأة الأوكرانية مثيرة جدا؟ السبب الأول بالطبع الجمال الطبيعي الموروث جينيا مثل العيون الملونة. والسيقان الطويله والشعر الناعم والوجه الجميل حيث انك ترى الجمال في كل مكان في المكاتب في المتجر في وسائل النقل العام مع العلم ان المراه الاوكرانيه تاكل كثيرا بشكل عشوائي ولا تتبع نظام غذائي ولكن لا تحصل على الدهون ربما بسبب انهم لا ياكلون الوجبات السريعه السبب الثاني هو اهتمام الفتيات الاوكرانيات بالرياضه ووجود جسد, جسد مثالي وارتداء الكعب العالي واستخدام الماكياج حتى عندما يذهبون لشراء علبه عصير من اقرب متجر المراه الاوكرانيه بسيطه جدا وغير متطلبه وفي الحرب العالميه الثانيه عندما اخرج الالمان نساء اوكرانيا وجدوا ان 99% منهم عذاره وهو ما جعلهم يدركون ان المراه الاوكرانيه غير كل النساء في اوروبا وهي اكثر تمثيلا للولاء والضمان وترتيب الشؤون الخارجيه بالنسبه للرجل وهذا بالضبط ما يريده الرجل امراه بجمال ساحر مهتمه باسرتها ومنزلها وغير متطلبه يجب أن يعلم الشخص أنه هو الآخر طرف في العلاقة وأن نجاحها أو فشلها متوقف عليه هو الآخر اليوم أتكلم معكم باللغة العربية هذا ما أستطيعه لأن الظروف في هذا المنزل وبصفة العامة ليست كما هي من قبل إن شاء الله سيتغير الوضع يجب على الشخص الذي يريد الزواج من أوكرانيا أن يكون هو الأخر منطبق عليه نفس الشروط السابقة الواجب توافرها في الفتاة بالإضافة إلى صفة مهمة وهي عدم الخيانة وهي الصفة التي لا تقبله أي فتاة أوكرانية فالبنت الأوكرانية قد تغفر لك أي شيء إلا الخيانة الزواج من أوكرانيا له عدة ميزات ويرجع هذا إلى طريقة وتقاليد الشعب الأوكراني في الزواج بالاضافه الى نظرتهم للحياه الاسريه ورابطه الزواج نتعدى الى الجانب المادي الجانب المادي في هذا الموضوع الاعراس في اوكرانيا غالبا ما تكون في شكل تجمع عائلي او حفلات صغيره تجمع الاهل والاقارب ويقدمون الهدايا والمال للعروسين كما ان المهر لا يكون مرتفعا